من جديد. تبينت آراء أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون المرور الجديد اللي أقره مجلس الوزراء بالفعل، ما بين من يرى أنه سيساهم بالفعل بشكل كبير جدا من الحد من الحوادث وعودة الانضباط بالفعل للشارع، ومن يشير إلى أنه يتضمن غرامات مالية كبيرة، فيما قال آخرون أنه سيتم مناقشة وتنقيح القانون اللي أعدته الحكومة داخل البرلمان وعبر حوار مجتمعي ليخرج إلى النور في أفضل صورة. الحقيقة في جدل كبير جدا أصاب الشارع المصري عقب الإعلان عن هذا القانون. خلينا نحسم هذا الجدل من خلال ضيفنا اللي منورنا النهاردة، اللواء محمود عبد الرازق، نائب مدير إدارة مرور القاهرة، يوضح لنا إزاي بقى هيتم تطبيق هذا القانون. آلية التطبيق دايما وآلية التنفيذ هي اللي بيكون فيها الجدل. خلونا في البداية نروح لعرض معلوماتي سريعة كده عن قانون المرور الجديد ونرجع نرحب بضيفنا. برحب بضيفي الآن اللواء محمود عبد الرازق، يحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. مساء الخير يا سيادة اللواء. خلينا نشرح للمشاهدين إيه أهم بنود هذا القانون اللي ممكن تكون لصالح المواطن نفسه. مساء النور يا فندم، وفي بداية حديثي أحب أقدم خالص تعزية لجميع شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وإن شاء الله شهداء عند ربهم، ومصر كلها إن شاء الله بتعزي أسرهم وأسر الشهداء. في البداية أحب أقول لحضرتك إن إحنا قانون المرور الجديد حقيقي نقلة حضارية في مصر. النهاردة إحنا الدولة قامت بدورها على خير وجه، فإن هي قامت بعمل شبكة طرق على مستوى عالي جدا من الأمان ومن الجودة والفنيات على كافة الأماكن في مصر. كان لزاما أن يبقى في قانون بيحكم المرور. المرور ما هو إلا إنسان أو شخص اللي هو بيقود المركبة والمركبة والطريق، وبيحكمهم القانون. النهاردة لما نتكلم عن قانون جديد متحضر، بعض الناس اللي حضرتك بتقول عنهم ان هم اختلفوا ولهم اراء متباينة، اعتقد ان هم يمكن ناس واخدين الموضوع من زاوية مش حقيقية وعندهم نظرة يمكن بعض الشيء تشاؤمي. قانون المرور الجديد في صالح المواطن قبل ان يكون في صالح اي انسان اخر. هذا القانون بيشتمل على ان احنا بنوجد سجل للمخالفات المرورية لكل مواطن. هيبقى هذا السجل يدون فيه الكترونيا كافة المخالفات. دي حاجة يمكن ما كانتش موجودة قبل كده. النهاردة لما نقول ان احنا بننشئ السجل الالكتروني للمخالفات لكل شخص، ده نقلة كبيرة حضارية بنقول فيها ان احنا كل مواطن اصبح من حقه ان هو يسير بطريقة الصحيحة، يلتزم بالقواعد واللي كفلها القانون. النظام الجديد او القانون المرور الجديد زي حاجة زي ما حضرتك تقدري تشبيها بواحد عنده وعاء بيدخر فيه مجموعة من العملات، لكن من الناحية الأخرى هذه العملات ممكن نقول عليها إن هي مش عملات، هتبقى مخالفات. لو بص في الوعاء ده كل ما هيبص فيه يلاقي نفسه عنده مخالفات، هيبقى أكثر حرصا إن هو يلتزم. وبالتالي إحنا القانون الجديد فيه 50 نقطة لكل شخص إن هو يقدر يبص في وعاء المخالفات بتاعه ويقدر يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة. لان اذا الدولة قامت
بان هي ادت شبكة طرق راقية جدا ومتحضرة جدا لكل مواطن من حقه ان يسير عليها، فيها كافة معاملات الامان، وبتديله فرصة انه يبدأ يتعامل، فكان لزاما ان يكون هناك على نفس المستوى قانون راقي متحضر يحاكي المواطن. اشتمل على حاجات كتير جدا جديدة، يمكن من اهمها ومن ضمنها ان احنا هذا القانون اقر ان هو يبقى فيه انشاء مجلس قومي للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مقره القاهرة، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل ووضع خططها ووسائل واساليب النهوض بها. تصوري بقى حضرتك ان احنا النهاردة الدولة بتلزم نفسها بان هي تنشئ مجلس قومي للمرور، هذا المجلس بيكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ويقوم بتشكيله ونظام عمله والمعاملة المالية. مادة تانية في القانون بتقول ان هي بتنشئ صندوق يتبع وزير المالية بتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، يتكفل بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات وسيارات الأجرة وخلافه. لما نيجي نبص المعالجة الحضارية والطريقة المتحضرة في إصدار قانون يتلائم ويتوائم مع عظم مصر وعظم المصريين، يبقى احنا هنا اتنقلنا نقلة حضارية ومختلفة. طيب سيادة اللواء، الحقيقة النقطة المهمة جدا في هذا القانون هي آلية التنفيذ القانون على المقطورات والميكروباصات اللي هي سيارات النقل الجامعي، اللي هو خصم 3 نقاط للمقطورات او سيارات النقل الجامعي اذا وقفت في مناطق سكنية. هم بالفعل خاصة الميكروباصات بيقفوا في مناطق سكنية، هتمنحهم ازاي؟ لا فندم، هو حضرتك معلش، القانون معد بطريقة يعني أنا أرى دون تحيز إن هو معد بطريقة متحضرة جدا، وبيتدرج فيها في العقوبة. أنت حضرتك جبتي جزئية صغيرة جدا من القانون وبتقيس عليها. القانون في باب كامل للجرائم المرورية أو المخالفات المرورية، المادة 74 حتى المادة 81 كلها بتتكلم على الجزاءات المقررة في القانون للمخالفات المرورية. في المادة 76 اتكلم عن 14 مخالفة مرورية، والمادة 77 اتكلم عن 19 مخالفة، في المادة 78 اتكلم عن 35 مخالفة، في المادة 79 اتكلم عن 10 مخالفات مرورية، في المادة 80 اتكلم عن 15 مخالفة مرورية. هذه المخالفات القانون تدرج فيها مع في العقاب مع المواطن، ما اداله فرصة ان هو في اول مرة في المادة 75 في المادة 76 قال ان احنا هنخصم منه نقطة واحدة من نقاط الصلاحية، في المادة 77 قال نخصم منه نقطتين، في المادة 78 قال 3 نقط، في المادة 79 قال 4 نقط، في المادة 80 قال 5 نقط. هذه النقاط لكل واحد زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، هو بيبقى عنده حاجة زي وعاء دايما بيبص عليه، دايما بيبقى حريص، بيتعامل معاه بمنتهى الحرص وبمنتهى الحساسية. لو هو شايف ان هو عايز يزود اخطاء، فهو عارف وعائه، وهو ده اللي احنا بنقول عليه الوعاء ده، اللي هو السجل المروري للمخالفات الشخصية. يعني حضرتك هتفضلي مثلا بعد 10 سنين اقدر اراجع سيادتك واقول لك انت النهاردة سيادتك عملتي او ارتكبتي 150 مخالفة او 200 مخالفة. دي بتدي للانسان فرصة ان هو يراجع نفسه، ما عادش النظام القديم اللي هو ايه كل مخالفة ب100 جنيه ب1000 جنيه ب500 جنيه، لا، انا بدي للمواطن الحق انه يراجع نفسه في مخالفاته، ان هو يبقى حريص على ان هو ما يرتكبش مخالفة. كان في مقولة زمان يقولوا ان الشرطة بيبقى دورها ان هي تحصل مخالفات عشان بياخدوا منها مش عارف، لا طبعا الكلام ده غير صحيح وما بيحصلش. وفي القانون الجديد المسألة تصاعدية،
نعم وحسب رغبة سيادتك. طيب البعض بيعلق على ان الغرامات يا فندم هتكون باهظة جدا، هل فعلا الغرامات المادية هتبقى كبيرة جدا في هذا القانون؟ اطلاقا اطلاقا الغرامات لا يا فندم، الغرامات عندنا برضو تصاعدية على اساس برضو زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، انت عندك وعاء سيادتك عايزة تخليه فاضي من المخالفات زي ما حضرتك تحبي، عايزه تخليه ممتلئ، واذا كانت دي رغبتك فيبقى سيادتك تتحملي. احنا عملنا جزاءات جديده ومختلفه، هذه الجزاءات مش مساله نقط بس، لكن احنا بنبدا بنقول اول مخالفه ممكن تكون من 100 الى 200 جنيه تصاعديه حسب رغبه سيادتك وحسب اصرارك على انك تخطئي او الا تخطئي، ده موضوع لك الخيار فيه. في نفس الوقت احنا بقينا ممكن نعلق صلاحية رخصة القيادة 90 يوم 180 يوم برضو حسب كل ما يبقى فيه جسامة اخطاء او ارتكاب مخالفات نقدر نتعامل معاكي بالشكل اللي ايه اللي حضرتك تحبيه. في بقى بعد كده حاجة مستحدثة جديدة، ان احنا هنعمل دورات توعية مرورية لمدة 5 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم للناس اللي عندهم مخالفات برضو تصاعدية، عشان أقول له لا لو سمحت تعالى. طب معلش يا سيادة اللواء علشان وقت حضرتك وقتنا بس، وعايزين نستفيد من حضرتك بقدر ممكن. اتفضلي. إذا كان هذا القانون سيطرح للحوار المجتمعي، بعض الناس شايفة إن ليه ما يكونش في ربط ما بين رخصة القيادة وبين التليفون المحمول، بالتالي بيجي لي إن حضرتك تم خصم منك نقطة نقطتين. طبعا يا فندم احنا حضرتك لا يا فندم، كلام سيادتك مظبوط جدا وموجود في القانون، وانت حضرتك النهارده بيتم التجديد والترخيص، هنقول لسيادتك تحبي نبعت لك المخالفه بتاعتك ازاي الكترونيا او ورقيا او الطريقه اللي تحبي نبلغك بيها بالمخالفه. في نفس الوقت اصبح لسيادتك يجوز لك التظلم من المخالفه خلال 72 ساعه، ولك الحق ان احنا نرد عليكي خلال 48 ساعه على تظلمك من المخالفة. نعم بشكرك شكرا جزيلا، حاجة متقدرة جدا طبعا. بشكرك شكرا جزيلا اللواء محمود عبد الرازق وكيل الإدارة العامة للمرور على هذه الأطروحات. نرجو أن نكون قد قدمنا يعني عرض سريع كده لهذا القانون، أن مجمل القانون أنه فعلا هيكون لصالح المواطن، أهم حاجة أنه هيكون في آلية تنفيذ حقيقية ضد الميكروباصات، لأن احنا فعلا كل ما نروح شارع كده نلاقيه محترم نلاقيه بقى موقف ميكروباصات، فهذا القانون هيقنن من هذا الموضوع علشان يترجع كده التنسيق الحضاري مرة أخرى للشوارع الجميلة اللي كانت موجودة وتتميز بها القاهرة.